بونجور لكل المشاهدين، بونجور شيف ريشار. اليوم الحركة مخصصة لإلك. اليوم عم نستعمل الطابة الكبيرة وبدنا نعمل حركة منيحة للأشخاص اللي عندهم وزن زايد، ودايما مثل ما بنقول لازم ننتبه نشتغل على مهلنا خاصة مع الأوزان الثقيلة ونتسمع على جسمنا. معنا الطابة نقيناها على قياس كل شخص حسب طوله ووزنه، بنقعد عليها بنحط ايدينا من ورا كرمال لنلاقي البالانس وما نوقع، وبدنا نمشي لقدام. احنا نعمل اربع فشخات لقدام، 1 2 3 4، وبدنا نرجع 1 2 3 4. هلا فينا نصعب الحركه، نعلي الركب لفوق 1 2 3 4 ولورا 1 2 3 4. دائما ننتبه النفس لازم يكون مزبوط، والمعدة بهيدا الاكزرسيس كتير لازم تكون مشدودة لأنه هي اللي بتخلينا نضيق. Stay fit.